الاعشاب المفيده للقلب. عد بقى معايا. واحد الحبهان او الحبهان، اسمه ساعات بيسموه بعض الكتب حب الهيل او الهال. مضغ فصايه حبايه من الهيل او الهال كل يوم هتقوي لك عضله القلب. ايه كمان الاعشاب المفيده لعضله القلب؟ عندك يا سيدي الحاجات الموسعه للاوعيه، 5 حبات خردل بس، ها 10 حبات حبه البركه، 10 بالعدد مش ربع معلقه اقل. ها خدنا الحبهان، ها خردل، ها حبه البركه. لو انا خدت حته قرفه خشب، القرفه الخشب اهي، قرفه خشب وحطيتها ببقي كده، حته القرفه الخشب دي خلي بالك معايا هتطهر الفم وتسلك المناخير وتسلك الزور وتسلك الصوت، خلاص انتي بيوتك محترم وانتي فايرال، وكمان هتقوي لي عضله القلب، خلي ريح بقي حلو. دي حته، ها ارفع دين، سنتي بتوجعني، مناخيري، زوري، حته ارفع دين بحطها انا حلو. ناس لسانها ملتهب، سامعني، بحط حته قرفه يمين وحته قرفه شمال، سهله. ايه رايكم في الكلام الجميل ده؟ هو ده يقوى عضله القلب، السجود، وكتف بكتف، ها قدم بقدم وكتف بكتف. اول ما قمنا الصلاه وقفنا الذبحه راح، الالم راح، خلاص الرايت ليفت باندل والبرانش، وعندنا في امراض بتعمل برانش بلوك، وفي بركنجي فايبرز حوالين البطينات. المهم عدي ده الرسمه سبب. الرسمه دي يا جماعه اسمها ده بتاع الاوزين اللي هو العالي ده اللي هي الار كيو، وبعدين عندنا الاس تي سيجما اهي بي ويف. ثبت دي شويه يا ابني. البي ويف دي بتاعت الايه؟ الاوزين او الاوزينين، والار ويف او البي كيو ار اس كومبلكس ده الكبير قوي ده بتاع البطين، انقباض البطين، وبعدين اس تي سيجمنت دي بتاعت اللي هي البوز، وبعد كده نبدا التي ويف اللي وراها وهكذا. حلو الكلام. طبعا دي الريبولاريزيشن. رسم القلب ده بنعمله ازاي؟ بنجيبه من الجلد من بره، القلب بيديني شحنان، فبنحط ليدز 1 2 3 4 5 6 اللي هو شيست ليدز، وبعدين بنحط ليدز او وصلات في الايدين والرجل، وبعدين نرسم الرسمه دي. حلو الكلام. الراجل ده عمل ايه وهو عنده مريض في العياده؟ لقى بيزار شيب والقلب عمال يهبد وعمال يديله ضربات وحشه وتاكيكارديا وبتاع، فراح جايب راجل، هو راجل جاب له راجل من الناحيه دي وراجل من الناحيه دي، حطهم كتف بكتف وايه وبقدم، راح القلب اتعدل، عمل الرسمه دي. فبعد الراجلين من جنبه القلب اتبهدل، قرب الراجلين القلب اتعدل. اذا واحنا بنصلي صلاه الجماعه احنا بنقوي قلوب بعض، كهربا تسري بيننا، ولو واحد في الصف واحد بس قلبه سليم يعدل القلوب اللي تعبانه كلها، مش العكس. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش عمل واحد قلبه ضعيف وخايف ومرعوب هيبوظ قلوب الصف، لا، لو واحد قلبه سليم في الصف يعدل الصف كله. الرسم الجميل ده طبعا لما كنا ندرس كليه الطب رسم صعب، وده تاكيكارديا وعندي يا ترى تي ويف بوينتد ولا عنده هايبركاليميا، ويا ترى عنده متعدده ولا ضيقه، عنده تاكيكارديا كتير قوي قوي وملزقه ببعض ولا بعيده عن بعض وهارت فيلير، شغلانه. لكن اهم من الشغلانه دي انك انت لو طبطبت على المريض ممكن يهدى وقلبه يبقى كويس. وعلى فكره انا ممكن اطلع السلم بسرعه قلبي يدق 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 يدق، قلبي بيدق جامد، ضربات قلبي سريعه، انا مريض؟ لا. طب انا بجري، وانا بجري ها شوف ربنا سبحانه وتعالى، وانا نايم عندي ضربات قلب قول من 50-60 كده، لما اقوم اقعد بقت 60-70، لما اقوم اتمشى ضربات القلب تبقى 70-80-90، لما اجري تبقى 90-120، كان قوه عضله القلب والضربات وهو بتتناسب حسب الايه؟ المجهود اللي انت عاوزه. شوف ربنا سبحانه وتعالى، عمرك شفت قلوب جميله كده؟ طب اللي قاعد يقوم من النوم ينام تاني، عندنا شباب كده يقوم من النوم وبعدين ينام تاني، وبعدين يطلع يقعد على القهوه وبعدين يطلع ينام، فين قلبه ده؟ ده ضايع الدنيا، ده ما عندوش امل. والقلب ده مصدر الآلام والآمال والذاكرة. وأنا قلت لكم قبل كده في حلقة أنا عملتها اسمها ذاكرة القلوب.
لما نقلوا قلب واحد لقلب واحد تاني، ركزوا معايا، لما نقلوا قلب واحد شاب لقلب راجل عجوز، الشاب ده ميت في حادثه، هم في اوروبا بينقلوا قلوب ما دام حصل برندس. لما نقلوا قلب شاب لقلب راجل عجوز حدث ما يلي: نمره واحد، اختفى التجاعيد للوجه، فتجاعيد الوجه ده عجز قلب. نمره اتنين، اختفى الشعر الابيض، لان الشعر الابيض ده عجز قلب. نمره ثلاثة، ظهرت الرغبه الجنسيه اللي اختفت بقى لها 30 سنه، لان الرغبه الجنسيه قوه قلب. ها، نمره أربعة، بدا هذا الرجل، طبعا ده في كتاب نزل اسمه العائدون للحياه، ده زرعوا يجي 30 40 الف قلب، لما يحكي كل واحد تجربته يلاقي ان الخصال المسجله عند صاحب القلب رجعت لصاحب القلب الجديد. يعني واحد ما كانش بيلعب بيانو، اول ما اتنقل له قلب واحد كان بيلعب بيانو، لقى نفسه بيلعب بيانو، كان المهارات مسجله فين؟ مسجله في القلب. في بنت وقعت في حادثه واللي اغتصبها قتلها، فاخدوا قلبها نقلوه لبنت تانية، البنت التانية بعد تمام العمليه راحت قسم الشرطه ادت باوصاف القاتل واوصاف الجريمه. يبقى الجريمه والقاتل كلهم مسجلين فين؟ في القلب، والمهارات في القلب، والموسيقى في القلب، وحب الاشياء في القلب. وبعدين القلب هيساع ايه ولا ايه؟ دكتور، هو دي التنفس يا دكتور ممكن يبقى سببه دي في الصمامات بتاعت القلب؟ لا، خلي بالك معايا، دي الصمامات والايكو. لو ورينا الايكو يا ابني، هات لنا الايكو. انا عايز برضه اقول لكم على حاجه في الايكو، لان الدكاتره بتضحك على الناس ضحك بالهبل. بص معايا، ده الايكو. ايه الايكو ده؟ اللي هو ايكو كارديوجرافي، اللي هو رسم القلب بالموجات الصوتيه. الموجات الصوتيه دي ممكن اشوف بيها كلى. بص معايا، ده الايكو. ايه الايكو ده؟ اللي هو ايكو كارديوجرافي، اللي هو رسم القلب بالموجات الصوتيه. الموجات الصوتيه دي ممكن اشوف بيها كلى وكبد، ممكن اشوف بيها قلب وصمامات. بص اللي قدامي ده قلب، ودي صمامات. القلب حجرات، حجره وحجره وحجره، وما بين كل حجره وحجره صمامين. طبعا انت مش هتفهم الرسمه دي الا اذا اهو الصمام بيفتح ويقفل، اهو يفتح ويقفل، اتنين زايدتين، يفتح ويقفل، يفتح ويقفل. حلو الكلام. اغلب الناس يا جماعه عندها مايلد، يعني عندها صمامات بيحصلها ريجرج مايلد. يعني ايه؟ يعني عندها ارتجاع بسيط في الصمامات. كل الناس عندها كده. لما اروح انا اعمل ايكو عند بتاع الايكو يقول لي خلي بالك عندك ارتجاع في الصمام، اقول له ربنا البلد كلها عندها ارتجاع في الصمام. المايلد ده على الناس كلها. في متوسط يبدا المريض يمرض شويه يعمل، في ضيق. احنا عندنا مثلا صمام الاورطه من 3 ل 5 سم، لو هو 2 سم يبقى عنده يعني ضيق متوسط، لو اقل من 1 سم هو اصلا من 3 ل 5، لو اقل من 1 سم يبقى فعلا ده ميترال ستينوزس او عنده ضيق في الصمام. ده بقى محتاج توسيع علينا، تلاقي وشه مزرق والاعضاء بتاعته ما بيوصلهاش دم. وهو ليه؟ لان الصمام ما بيوصلش الدم اللي بيتدفق، وبالتالي بيعمله مشاكل. اذا هناك ما يسمى بضيق صمام او ريجيرج، سواء كان ستينوزس او ريجيرج. مايلد ده عند الناس كلها، ممكن يكون متوسط تعدي، انما سيفير لا، السيفير ده جامد. والسيفير ده كمان لازم اطبقه على المريض. بتقدر تطلع السلم؟ ايوه. بتقدر تجري؟ ايوه. بتمشي مش عارف ايه؟ ايوه. يبقى الرسم اللي انت عملته ده بومبا بومبا. فهمتوا حاجه؟ فانا مش كل رسمه تجيلي هصدقها، يا ريت، ولا ايكو ولا عينه ولا الجن الازرق. فين انت كدكتور؟ فين عقلك؟ ها؟ هي مثلا برافو عليك. اسمعني دلوقتي، واحد عنده التهاب في عضله القلب، لو عضله القلب ملتهبه، القلب لازق في المعده. انتوا عارفين بين القلب والمعده ايه؟ الحجاب الحاجز، مش كده ولا ايه؟ ما بين القلب والمعده حجاب الحاجز. فلو القلب التهب بيلهب مع مين؟ المعده. فالمعده ترجع. عشان كده انا قلت لك لو عندك التهاب في عضله القلب، ها، المعده ترجع. لو عندك التهاب بنكرياس هترجع. لو عندك التهاب في الكلى هترجع. لو عندك التهاب في الزايده هترجع. لو انت عندك امساك شديد كل ما تاكل هترجع. يبقى لما تيجي ترجع قول لي سبب الترجيع. فهمتوا حاجه؟ عشان كده اللي عنده مرض القلب هيرجع. وبعدين حاجه تانية، القلب ده بيدي دم قوة جامدة قوي قوي عشان الأكل. فلو أنا عضلة القلب ضعيفة وعندي هارت فيلير، كمية الأكل اللي هاكلها قليلة، ولو كلت أكتر مش هلاقي دم يهضم. وضحت؟ ولذلك كان في راجل كبير كده، راجل كبير، فجينا نكشف عليه لأن عنده هارت فيلير، ورسمنا القلب لأن هارت فيلير، هارت فيلير فيلير بقى مورم، علامات الهارت فيلير ما بيقدرش يمشي وكذا. فالدكتور بيقول له مش هتقدر تاكل لحم، ممنوع تاكل لحم. فقال له إيه؟
قال له أنا عشت عمري 30 40 50 سنة مش لاقي آكل، ويوم ما ربنا يوسع عليا وأقدر آكل لحمة تقول لي ما تاكلش؟ حدث ده قدامي. نفس الكلام في ستات كتير عايشة فقيرة ومش لاقية تاكل، وفجأة بعد الخمسين بعد الستين بقى عندها سكر، ممنوع تاكل بسبوسة وكنافة وحلويات صح، لكن هي عاشت في حرمان. تقول للدكتور حاضر يا دكتور، حاضر يا دكتور، وتروح من وراها تعمل ايه؟ تاكل كل اللي هي عايزاه. تقول لك الرب واحد والعمر واحد، نهجص بقى. لكن كل ما انت ملتزم كل ما قلبك كويس، كل ما هتخرف. يعني واحده كانت بتيجي تكشف عندي وبعدين تنزل عند الراجل اللي تحت، تقوم تجيب ايه نص كيلو بسبوسه وكنافه وتاكل، وبعد ما تطلع اوعي إيه تاكل حلويات ابدا يا دكتور لغايه ما اوعك جه فتن عليها. ده كل يوم بتاكل ربع كيلو حلويات وتكذب. معلش يعني برضو بذكر حضراتكم ان ده الفيلم العالمي اللي عمله لنا اللي هي منظمه الامم المتحده، وعملت لنا الفيلم ده، وبعدين يعني الناس طبعوا ده ووزعوا على كل بلاد العالم. ولما انا فوجئت، والله فوجئت بانهم عملوا الفيلم ده من ورايا، وبعدين طبعا رشحونا لجائزه احسن طبيب في العالم لخدمه البشريه لعام 2020، وطبعا منحونا يعني جائزه محترمه وشهاده الدكتوراه يوم 6/6/2020. وطبعا احنا بنذكر الناس بهذا لان في بعض حبايبنا مرشحين الجائزه اعلى، 45 دوله، 45 دوله وافقت على ترشيح الدكتور جوده واكثر من 1200 طبيب. طبعا اذا كان الناس في العالم بتحبك وبتترجم اعمالك لاكثر من 15 لغه، فاكيد العلم احنا نقدمه علم محترم. شكرا لحسن سماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.